سؤال ثاني، واحد يقول يوجد بعض الأسفار غير موجودة في الكتاب المقدس، غير موجودة في الكتاب المقدس الحالي الطبعة البيروتية، لكن هي موجودة في الكتاب المقدس في طبعة الكاثوليك مثلا، ما فيهاش. هي البروتستانت حلفوها في وقت من الأوقات، فبيقول في العهد القديم مثلا سفر توبي موجود، وبسبب هذه الأسفار المحذوفة يدعي البعض أن الكتاب المقدس محرف. لا، في فرق بين الحذف والتحريف. التحريف عن الأصل الموجود نغيره، وبعدين بيقول أيضا إذا كانت الخطايا لا تغفر إلا من خلال سر الاعتراف، فلماذا الحاجة إذا لشفاعة القديسين والعذراء من أجل مغفرة الخطايا؟ وتتشفع بالقديسين والعذراء عشان ربنا يديك دفع من جوه تقدر تتوب وتعترف.